تشكل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية أدوات رئيسية تستخدمها الجماعات المتطرفة والإرهابية في تنفيذ أجنداتها ومخططاتها، سواء في بث الشائعات أو تجنيد الأتباع أو الترويج لأفكارها داخل قطاع واسع من الناس خاصة الشباب. يأتي على رأس هذه الجماعات الإخوان التي تتواجد عناصرها بكثافة على هذه الوسائل والتطبيقات، ليس لنشر فكرها المحرض على الإرهاب وحسب، إنما للتحريض ضد العديد من الدول والتشكيك في مواقفها، تمهيداً لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في الوصول للسلطة والإمساك بها. يتجسد أحدث الأمثلة عن هذا في اختراق تنظيم الإخوان وعناصره لتطبيق البث الصوتي كلاب هاوس الذي جذب ملايين المستخدمين حول العالم، حيث دائماً ما يبحث تنظيم الإخوان عن التطبيقات التي تجد قبولاً واسعاً بين الناس في محاولة للحضور والانتشار، خاصة بعد خسائره المتلاحقة بفضل اليقظة الأمنية. يتمتع التطبيق الجديد بمميزات عديدة ترى فيها الجماعة وسيلة مواتية للتحرك بحرية، فالتطبيق الجديد يمكن مستخدميه من إجراء محادثات صوتية مباشرة في غرف مغلقة، ما تجده الجماعة فرصة لاستقطاب الشباب والتأثير فيهم وتنفيذ أهدافها في نشر الأفكار الهدامة تحت ذريعة حرية التعبير بعيداً عن المراقبة. ومن بين المميزات الكبيرة بالنسبة للجماعة عدم سماح التطبيق للأشخاص بالحصول على فرصة للتحدث إلا بموافقة مدير الجلسة، وبالنظر لمبدأ الإقصاء الذي تتبعه الجماعة والذي اتضح خلال حكمهم لبعض الدول، فقد يختار مدير الجلسات متحدثين متوافقين مع آرائهم وأفكارهم، فيما لا يتاح لمعارضيهم فرصة لطرح الرأي الآخر. كما يرى تنظيم الإخوان في التطبيق الجديد فرصة مواتية لنشر أفكاره المتطرفة، حيث ما زال لا يخضع إلى رقابة. في المقابل تواجه الجماعة تضييقاً بعد أن أصبحت شركات مثل فيسبوك وتويتر تطور سياساتها بشكل يتم فيه حذف المحتوى العنيف والمتطرف. الإرهابي أحمد عبد الباسط اللي هو على الشمال، الصف الثالث في النص الإرهابي اسمه أحمد سمير، ده قاعد في تركيا، تم اختراق هذه المجموعة والمحادثات اللي بينهم. وفق خبراء يستخدم عناصر تنظيم الإخوان خلال الجلسات الحوارية شعارات خاوية تستند إلى الخطاب الليبرالي والزعم بسعيهم إلى التحول الديمقراطي ومكافحة الظلم والفقر وتصوير أنفسهم بأنهم المخلصون لمشكلات وأزمات المجتمع ونشر الرؤى السلبية حول سياسات الحكومة، ومن ثم البحث عن مجتمع أفضل في خطاب تحريضي واضح ضد الدول. أما عن أهداف الجماعة من ذلك فهو محاولة التأثير الوجداني والفكري ولاحقاً التأثير السلوكي من خلال جذب عناصر جديدة للانضمام لنشاط الجماعة التي يمكن أن تنتقل إلى أرض الواقع وليس فقط التطبيقات الرقمية. يتم اصطياد هؤلاء من خلال مجموعات ومحاولة التأثير عليهم، تأثير نفسي، إظهار إنه الدولة دي دولة كافرة. لا يقتصر الأمر على تطبيق كلاب هاوس، ففي نوفمبر الماضي تحركت بعض الأوساط السياسية والأمنية في أوروبا لمطالبة شركتي جوجل وأبل بحذف تطبيق يسمى يورو فتوى من متجريهما، بعد اتضاح حقيقة أن التطبيق يروج لتطرف جماعة الإخوان في أوروبا. تكشف هذه التحركات بوضوح عن خطورة التوظيف السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية من جانب جماعات التطرف والإرهاب في نشر أفكارها وأيديولوجياتها التي تهدد قيم التعايش والتسامح والتقارب بين الشعوب والثقافات، ما يتطلب التحرك لمواجهة المخاطر عبر تفنيد فكر الجماعة وكشفهم أمام الرأي العام. الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط، كل الأمور دي بتشتغل بمنظومة الهدف منها حاجة واحدة بس، هو تحريك الناس لتدمير بلدهم.